السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم على قناتكم اجونس اون دي مارتير. جاي لكم ان شاء الله اليوم فيديو جديد. كما كتشوفوا اليوم عندنا واحد لوتيسمون، الناس اللي باغيين يشريو الاراضي ديالهم ويبنوا فيهم الصراحه في واحد الموقع اللي واعر، الناس اللي كيعجبهم البحر ولا كيعجبهم شويه بعد على البحر، ولكن يكون سهل باش انهم يمشيو له بالطوموبيل. كما كتشوفوا هنايا هذه العماره يلاه تبنات، يعني هذا العام عاد باعوها تقريبا، بقاش فيها بزاف. هنايا كما كتشوفوا جات على الشارع، يعني هاد لوتيسمون اللي جا على الشارع وانفصلي له كاين واحد لوتيسمون واحد اخر كما كتشوفوا البيسين، حتى هو بيان سور يلا غادي يبداو فيه. دائما حنايا الناس اللي كيطلبوا من الاستشاره راه كنحاولوا نجيبوا لهم دي سوب نخليهم ما كيكونوا جداد، استاذ بحال هاد لوف هادي كنظن شي واحد يكون بارطاجيها لكم سوغ انترنيت. كما كتشوفوا الصراحه هذا هو الطريق الرئيسي اللي كيدي للمقابر اللي معروفه بالمرتيل. هنايا عندكم كومبلكس ديال فاد اللي حتى هو صراحه معروف كامل الكتريك، دونك الناس اللي كانوا خداو فيه ما عرفش صراحه ما مازال عندهم شي حاجه ديسبونيبل، ولكن لوتيسمون واعر. كما كتشوفوا هذه هي البلاصه ديال هذا لوتيسمون هذا اللي الناس اللي باغيين يشريو الارض ديالهم وباغيين بيان سور يبنيوها. كما كتشوفوا راه مازال الاشغال عاد ماشي تبدا، الناس اللي باغيين انهم ياخذوا التليفون ولا شي حاجه، فهادشي كامل غادي تلقاوه في الاستشاره اللي كتطلبوها على قناتنا. كما كتشوفوا صراحه هذا الاسباس هذا كبير، الناس بيان سور اللي غادي يجيو لوالا راهما اللي غادي يختاروا لوتيسمون اللي يكون مناسب ليهم كثار، ولا اللي خصهم جوج واجهات. صراحه هاد الشارع هذا طول كيدي للبحر غير معلوماتكم، غيكونوا الناس ديجا كيدوزوا فيه حتى شو صراحه من بين الشوارع اللي الناس كيختصروا فيه الطريق باش ما يدخلوش ديك الازدحامات ديال الطريق. صراحه لومبلاسمون مزيان، هادو اللي اونفاس هنايا تقريبا لي زابارتمون تباعو ب 60 مليون 65 مليون، هاد العمارات اللي كتشوفهم اونفاس. وهنايا بيان سور غادي يكونوا تجزئه، غادي تخلي لاي واحد باغي يشري قطعه ارضيه ويبنيها بيان سور على الطريقه ديالو. الناس بيان سور اللي كيبغيو البناء التشاركي حتى هو غيكون لكم مزيان، فدائما مرحبا بكم على قناتكم اجونس اون دي مارتيل، وان شاء الله.